رجعنا لكم تاني، واولا ما تنسوش التصويت على 9 11 72 السيسي او صباحي بس. وبنرحب رحبوا معانا بمستر دانيال جورج فيسكي، فرنسي الجنسيه ومتطوع بالمعهد الدولي للسلام والعداله وحقوق الانسان بجنيف. ومعانا مسز ديانا ثارثو، اسبانيه مديره الشبكه الدوليه للحقوق والتنميه باسبانيا. ومعانا مستر ميجيل كونيات، اسباني مسؤول الاتصالات بمكتب فالنسيا بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية. واخيرا الاستاذ معتصم الحارث الضوي، بريطاني من اصل سوداني، مترجم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية. اهلا وسهلا بكم. اهلا بحضراتكم، واحب في البداية بعد الترحيب بكم، ايه الفرق بين انتخابات 2014 و2012 انتخابات الرئاسية؟ اهم الملاحظات. وياريت يتكلموا في المايك بعد اذنك معتصم. كل واحد يمسك المايك، بس انت خلي مايك معاك علشان انت هتركب، ولا انت مركب مايك عندك؟ اوكي خلاص، هم معاهم على شمالهم مايك. اتفضل. اوكي كان اسم بت واز نوت ان ذا لاست الكشن از ذا فيرست تايم ايم كومينج هير از ان اوبزرفر سو اي كانت كومبير اي كانت تيل يو فور ذات سوري يو كان سوري مي تو سيم سيتويشن. No, it's the first time I'm here. بيراقبوا أول مرة. Like an international observer. أنا في 2012. ميغيل. Yes, well, I'd like to say that GNRD came here first to Egypt last January with the constitutional referendum. And well, we weren't here like 2 years ago with the previous elections. So we cannot compare because we don't know as much deeper as we know about these procedures. الشبكة الدولية لحقوق التنمية لم تشارك في أي انتخابات رئاسية سابقة في مصر. أول مشاركة لها على الإطلاق في الإشراف على أي استحقاقات دستورية في مصر كانت في يناير الماضي في الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري في يناير 2014. معتصم حضرتك شاركت في الانتخابات الرئاسية؟ هم كلهم بقى من الشبكة في الاستفتاء، بس شاركتوا في الاستفتاء. طب على الأقل في مقارنة ما بين الاستفتاء واليوم. How can you compare the referendum on constitution with the presidential elections now? Can you compare that? Let's say our mission is not to have an opinion. We have to be very neutral. Our concern is really to look on the procedures, respecting the constitution, respecting the law, giving to people the expression, the possibility to express their rights. So we are more attached as our mission to the formal aspect of the election. We are not concerned at all by the content of it. Could be a referendum or parliament election or presidential election. We don't have, and we are not allowed also to have opinion for that. We subscribe to the chart of the observer around the world, and we are as a referee. I understood that you were playing football. we are a kind of referee, and that's all. الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لا تبدي في العادة لا تبدي آراء فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية أو الممارسة السياسية أيا كانت بأي أطراف، بل هي ترصد وتسجل الوقائع. طب إيه الوقائع اللي رصدوها النهاردة؟ يعني شافوا أنها وقائع غريبة أو وقائع أو الحاجات أو مشت بشكل طبيعي؟ So what were your observations on the first day of the presidential elections today? I went to the Dar al-Salam, and I see many people in the street in the beginning of the day, and all the people was very exciting, and I feel the people want to vote, and I think all the things are good in the my area. ذهبت السيدة ديانا اليوم إلى منطقة دار السلام للإشراف على بعض المراكز الانتخابية.
لاحظت أن الناس في حالة بهجة، في حالة سرور عامة تشمل الجميع، وكانت الأمور صارت بشكل جيد على حسب تقديرها في النسبة لليوم الأول. هل أنتم بتمارسوا الرقابة على كل الانتخابات في العالم؟ هل من الطبيعي ومن المنطقي أن تتراقبوا الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الفرنسية، الانتخابات الإسبانية؟ وإيه الديفرنس؟ إيه نوع المقارنة ما بين الانتخابات في مصر والانتخابات في أي دولة أوروبية؟ Is it normal for GNRD to be to act as observation mission in other countries, for instance, on the American Spanish? GNRD started monitoring elections in the Sudanese referendum for independence in 2011, I think. And then we observed the Jordanian parliamentary elections. And then we came here to Egypt for the first time. But this all Arab world. I'm asking you about about Spain. Europe, United States, England. We are now focused on Arab world because actually some of the most recent elections have been placed, took place here in the Arab countries. So that's why we are more focused now here. But of course, afterwards, we'll be focusing on other areas as elections takes place, yes. التركيز في المرحلة الحالية على الدول العربية باعتبار أنها المنطقة التي تشهد كثافة عالية في الانتخابات في المرحلة الحالية، ولكن بلا شك فإن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ستسعى لتغطية مناطق جغرافية. هل من حقها أنها تروح من الانتخابات الأمريكية زي ما من حقهم بيجوا عندنا؟ هو ده السؤال. Will GNRD be authorized, for instance, to act as an observation mission in the American elections, presidential elections, or in other countries? Your mic, please. The GNRD, Global Network for Rights and Development, have experience with elections in Jordan also, and from here in El Cahira. But in the future, I think it's possible to try to collaborate or to participate in the elections in the American countries. لا شيء يمنع على الإطلاق من حيث المبدأ بمشاركة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في الإشراف على الاستحقاقات الدستورية أيا كان نوعها، انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاءات على الدستور في أي منطقة في العالم. لكن كما ذكرت منذ قليل التركيز على المنطقة العربية في الوقت الحالي لكثافة الانتخابات. أوكرانيا عندها انتخابات دلوقتي، هل في مراقبين في الانتخابات الأوكرانية مع التوتر اللي موجود هناك؟ So for instance, there are Ukrainian elections going to take place in the very near future. Are you going to participate? Are you, especially with the tension that's going on in that area or that part of the world? I mean, we are now focusing here in Egypt because we focused all forces and strengths here in Egypt. The elections, the parliamentary elections in Ukraine, or the referendum, will take place within a short notice. Okay. So we are just focusing here because that's our first part. I mean, our first mission, our first goal. Once we finish here, we can start thinking about going forward and think about other referendums in other countries, and especially, well, of course, in Ukraine, Latin America, and the United States, but first here in Egypt. And once we're finished, we can start thinking about going forward and having presence in other countries. التركيز في المرحلة الحالية على الانتخابات المصرية استكمالا لما بدته الشبكة في المرحلة السابقة للاستفتاء على الدستور، ولكن ستنتقل وبالتالي فإنها تركز كل جهودها وكل قواها وكل إمكانياتها البشرية للمراقبة في الانتخابات الرئاسية. لاحقا سيتم التركيز على المناطق الأخرى حيثما تتوفر الموارد البشرية للإشراف على الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات على الدستور، سواء في أوكرانيا أو في لاتين أمريكا أو في مناطق أخرى من العالم. طب أستاذ معتصم، التقارير اللي بيكتبوها بعد انتهاء إشرافهم على الانتخابات بيرفعوها لمين؟ بيقدموها لمين؟ Who do you submit your reports once you finalize? سؤال دانيال من فضلك. Okay. Once you finalized the observation process, whom do you submit your reports to? Of course, we submit it to the public. I think it's Thursday, and we were presenting the first report on what we have observed, and then goes to principal institution, international institution, of course, and of course, évidemment, that's French, of course, to the local institution. I mean, Egypt in this case.
لو انتوا رصدتوا انتهاجات من نوع ما احنا فاهمين بس سوري انا اسف اتفضل. في المقام الاول والذي يعنينا اكثر من اي شخص من جهه اخرى هو ان يحصل الجمهور الشعب المواطنين على الحقيقه الناصعه، ولكن اذا تحدثنا من الناحيه الرسميه فالاجراء هو تسليم التقارير الى اللجنه العليا للانتخابات المصريه الانتخابات الرئاسيه المصريه، ومن ثم يتم تسليمها للمنظمات الدوليه المعنيه بمراقبه الاستحقاقات الدستوريه. وطب انت دلوقتي رصدوا انتهاكات ما في بلد ما، ما هي قوه المنظمات الدوليه اللي بيرفعوا لها التقارير؟ تقدر تعمل ايه علشان هذه الانتهاكات ما تحصلش او يتم التحقيق فيها؟ Suppose you observe some violations during some elections or some referendum. When you do submit your reports to those international umbrella organizations, how does that help that those mistakes are not repeated in the future? In the first ID that we present in public Thursday, we're going to present it here in Cairo in public. I mean, any citizen can understand and see what eventually has been wrong. Number two is the local government. Egyptian government, which will be elected at the time, will take care with the recommendations and all the mistakes we have noticed. Third, international institution, but we all know that international institutions are just giving an advice, that's all. And it's a problem of conscience. I'm a branch of GNRD and it's the International Institute for Peace, Liberty and Human Rights. I mean, we try to help. We don't have any lesson to give. I personally think that we are all different. We think different, but we can think suddenly the same thing. But maybe we love each other, I don't know. But it can be possible. So the results of our study, of our observation, are submitted to anybody. And it's a question of consciousness, it's a question of moral, and say, okay, we want to change that, or we don't want. It's a freedom in this respect. I mean, it's not overspeeding and getting a ticket, not at all. Mm. كما ذكرنا منذ قليل، في المقام الأول الخطاب أو التقارير موجهة للجمهور، للشعوب، للمواطنين، للاستفادة، لنشر الحقيقة ولتملكهم الحقيقة الناصعة. لاحقا يتم التسليم إلى الحكومات أو الجهات الرسمية المعنية، في هذه الحالة هي الحكومة المصرية، تحديدا اللجنة العليا الرئاسية العليا للانتخابات، ومن ثم المنظمات العليا أو المنظمات التي تنضوي تحت لواءها عمل، التي المنظمات التي تعمل في مجال مراقبة الاستحقاق الدستورية، هي لا تقدم دروسا، لا تملي إرادتها على أي حكومة، بل هي تقدم نصائح، تقدم إرشادات معنونة للجماهير ومعنونة للشعوب. تصبح القضية إذن هي قضية مسألة الوعي والضمير. كيف يمكن هل ستستفيد حكومة ما أو شعب ما من ما قدمناه من نصائح شفافة، أم لا تبقى هذه مسألة وعي وضمير؟ سؤال لديانا، يعني شافت إيه النهاردة في مصر وإزاي شايفة مصر؟ يعني هل كانت جاية بانطباع مسبق عن إنه في اضطرابات، إنه الانتخابات من الممكن يكون فيها تلاعب، إنه ممكن يكون في تدخل حكومي؟ وعايزة بمنتهى الأمانة تقول لنا انطباعها اول ما جت وانطباعها الان عن مصر. This is a question to you, Diana. So it's, what were your impressions beforehand, before you arrived into Egypt, and based on your first day of observation results or experiences, how does that difference, is there any difference now, and what's your general observation or general feeling about the first day? I see the people want to vote, want to go to the voting. I think the people is very exciting, and they exciting because they want to make here the right to the voting, and I don't see anything wrong. And also I have to say to the Egyptian people thank you, because help us too much in our work today, and nothing safety, in special. You feel safety in Egypt, and there is no any kind of troubles today?
Not too much. In Spanish, I que French. Resaltaría mucho lo de las colas, que ha habido mucha aglomeración. كلم اسباني. اسباني يبقى كابتن شوبير. على طول عشان انا بحب كريستيانو. اسباني كابتن شوبير. Diana would like to highlight all the security that was around and she felt secure during all time. She saw like different policemen and army forces around and she didn't feel at any time at all insecure because she and his partner were doing all the time and in all polling stations very welcome by all people. شاهدت ديانا ان او احست بان الناس بالفعل يرغبون في التصويت، هناك رغبه عارمه في التصويت وهناك حاله من الحماس لان المواطنين والشعب المصري يريد استخدام حقه في التصويت. لم تلاحظ وجود اخطاء بالمعنى المقصود في العمليه الانتخابيه اليوم، وهي تود توجيه رساله شكر خاصه للشعب المصري لانهم كانوا اليوم في غايه التعاون مع المراقبين الدوليين الذين اشرفوا على عمليه المراقبه. بالنسبه للمساله الامنيه فهي شعرت بحاله من شعرت بالامن ولم تشعر ان سلامتها الشخصيه كانت مهدده في اي لحظه من اللحظات. الوجود الامني لقوات الشرطه والجيش المصريه كان واضحا وكان مؤثرا ولم تشهد اي عمليات تجاوزات من في هذا القبيل. ده مهم اللي قالوه، ده مهم جدا ولازم تسمعوه بقلب مفتوح لانه بيجي من شهاده محايده من ناس من خارج مصر وناس يعني جايين يراقبونا، وليس هناك مانع طالما بيراقبوا الانتخابات الامريكيه والاوروبيه لا يوجد ما يمنع ان هم يراقبوا او يتابعوا انتخاباتنا. فده مهم اللي قالته. عندما تحدثونا بصدق، بصدق ليس طبعا مش محتاجين اي طرف ضد طرف اخر. طيب الحوار معكم ممتع وجميل، هروح لفاصل ونرجع. 9/11/77 السيسي ولا حمدين صباحي؟ صوتوا قولوا عايزين السيسي ولا صباحي، صوتك لمين؟ ابعت رساله باسم مرشحك السيسي او صباحي على 9/11/72. فاصل وراجعين معكم. قوم يا مصر دايما بتنادي، قوم نصر بنور بعينيك، يوم دعتي رفضت سمعتك، عشت نفسي اللي ضيع جودك، من جدودك في عمرهم للنهار، من جدودك كل عمر استدار، من اثارك اللي بنت الاثار، كنت طولك نفسي وانت بالشعار.